تحتاج تسافر تبدل الدار تخلص الفاكسورات مع بانكو فافريكا ديما كيلعك. مساءكم سعيد، مرحبا بكم جميعا مشاهدينا مشاهدات قناة الفوسبور عبر حصة جديدة وعدد جديد من البرنامج ديالكم زاوية المحترفين. فهاد النقل التفاعلي نقش يعني النقل اللي هو تفاعلي للمقابلة ديال المنتخب الوطني المغربي امام الكونغو لحساب الجوله الرابعه من التصفيات المؤهله لكاس العالم، اي كاس العالم الذي سيقام في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكذلك كندا في تنظيم مشترك. كنلعبوا الدقيقه السادسه من هذه المواجهه، هذه حضور جماهيري نوعا ما، ما كاينش الحضور الجماهيري. المنتخب الوطني كاينين جوج ثلاثه تغييرات على مستوى الحراسه، ما كاينش تبديل مقارنه بالمقابله امام منتخب زامبيا. ياسين بونو في الحراسه، شادي الرياض كيعوض اللاعب اللي هو اللاعب رومان سايس، القائد رومان سايس، وكذلك كنشوفوا ان العزوزي اللي لعب اضطراريا او انه امرابط اللي كان غائب اضطراريا بسبب البطاقات، اليوم لعب مكان ديال العزوزي في خط الوسط. وكنشوفوا كذلك ان اللاعب ايوب الكعبي خذ المكان ديال اللاعب يوسف النصيري. هنا محاوله بالنسبه للمنتخب الوطني او للاهداف بالنسبه للمنتخب الوطني. كيسجل عز الدين اوناحي، كيستطع انه يسجل الهدف الاول. كنا كنقولوا التشكيله ديال المباراه، عز الدين اوناحي مهارة فردية من لاعب عز الدين اوناحي، كيراوغ على مستوى الجهة اليوم على مستوى الجهة اليسرى، كيستطع انه يفتح الزاوية وكيسدد كرة في شباك حارس منتخب الكونغو وكيسجل الهدف الأول. إذا الهدف الأول بالنسبة للمنتخب الوطني. كنشوفوا أن اللاعب هنا ابن صغير كيعطي كرة اللاعب عز الدين اوناحي اللي كيراوغ بسهولة أحد المدافعين ديال منتخب الكونغو وكيسجل أولى الأهداف هنايا بملعب ادرار. اول الاهداف بالنسبه للمنتخب الوطني، اي انه كيستطع عز الدين اوناحي انه يفتح الزاويه وبالتالي فتح باب التهديف في هذه الدقائق الاولى من هذه المواجهه. سيناريو يتكرر المقابله ديال منتخب زامبيا، احنا اللي كنا استطعنا اننا نسجلوا اول هدف من علامه الجزاء بعد عرقله ديال يوسف النصيري. هنا كنشوفوا محاوله بالنسبه للمنتخب الكونغولي اللي كيعاني منتخب الكونغو. كنقولوا المنتخب الكونغولي منتخب اللي جاب صعوبه انه بعد التدخل الحكومي بهذا البلد هذا الكونغو، اي انهم استطاعوا انهم يعني باش انهم يجيو للمغرب بحكم ان المباراه كانت غادي تقام بكينشاسا، ولكن لظروف اخرى المنتخب او المغرب كيستقبل او الكونغو او ان الكونغو هو اللي كيستقبل المنتخب الوطني هنايا في ادرار. هنا ركنيه بالنسبه للمنتخب الكونغولي، قلنا ثلاثه فقط بين يدي الحارس، حارس المرمى اللي هو الحارس حارس المرمى ياسين بونو. كتمشي الكره عند بن صغير على مستوى الجهه اليمنى، مشات الكره هنايا اللاعب يعني كيلعب كره. هنا محاوله اخرى بالنسبه للمنتخب الوطني كتضيع على مستوى وسط الميدان. قلنا ان ثلاثه تغييرات اقدم عليهم المنتخب الوطني، كنا هضرنا على شادي الرياض مكان سايس، هضرنا في خط الوسط العزوزي المكان خذا المكان ديالو اللي هو اللاعب سفيان امرابط بعد العوده من يعني بعد البطاقات، كان غائب اضطراريا بسبب الغياب بسبب البطاقات. والعزوزي اللي دار واحد المباراه اللي هي كبيره امام المنتخب المنتخب الزامبي. الكره كتمشي في خط الوسط، سفيان امرابط كيلعب الكره بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، مشات الكره عند في خط الوسط الميدان بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، كيحاول انه يعني كيحاول انه يلقى الممرات دائما المنتخب الوطني. نعم هناك استحواذ، ولكن هو الاستحواذ اللي هو سلبي. ففي هذه المباريات الاخيره كنتمنوا اننا نشوفوا نجاعه كبيره على مستوى الهجوم بالنسبه للمنتخب الوطني. الكره مشات على مستوى الجهه اليسرى بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني، كنشوفوا ان على عكس المباراه الاولى بينما كانت تلعب الكره ارضيه خطيره جدا. هنايا الكعبي كيتذكرنا بالهدف اللي سجلوه
مع اولمبياكوس، مع اولمبياكوس في الدوري المؤتمر الاوروبي، كان انه يريد انه يلعب مقاصيه، كتلعب مره اخرى في وسط الميدان. دائما المنتخب الوطني اليوم كيعتمد على الجهه اليسرى على عكس المقابله امام زامبيا. الكره مشات عند اوناحي، مره اخرى اللاعب امرابط، امرابط زياش اللي كيلعب اليوم كصانع العاب، كيغير تماما اللاعب هنايا، اللاعب اشرف حكيمي مع ابراهيم دياز. اكيد الكره كتمشى، وانه الكره مشات على المستوى الرواق الايسر او الايمن بالنسبه للمنتخب الوطني. اليوم كنشوفوا ان يعتمد على الجهه اليسرى، لان دائما الجهه اليمنى كنعتمدوا عليها كثير بالنسبه للمنتخب الوطني، وكانت الاوراق مكشوفه بالنسبه للناخب الوطني في هذه المواجهات الاخيره. هنا الحكم المباراه كيوقف اللاعب بسبب تدخل عنيف، وهنا حوار كان واحد الحوار بين مدافع ديال المنتخب الكونغو مع اللاعب، يعني مع اللاعب او مع حكم المباراه. ثلاثة تغييرات اليوم، زياش ما بقاش كيلعب على مستوى الجهه اليمنى، بل كيلعب كصانع العاب. هنا تمريره قصيره، تمريره يعني تمريره بينيه ثنائيه بين اوناحي وكذلك كنشوفوا اللاعب ابراهيم دياز. كنشوفوا في هاد الدقائق اللي مرات 11 دقيقه، او اننا دخلنا في الدقيقه 12، كنشوفوا ان المنتخب الوطني كيحاول انه ينوع من الهجمات، كيحاول انه يلقى كذلك ديك اللاماركز على مستوى التنشيط الهجومي اللي ممكن انها تربك او تخلي الدفاع الخاص انه يوقع في الارتباك. كنتظروا هذه ضربه خطا مباشره، جوج لاعبين اللي كنشوفوا جوج لاعبين هنايا خلف هذه الركله هذه، زياش ودياز، زياش مع دياز، زياش ام دياز، زياش كيلعب كره عرضيه، كتلعب كره خطيره جدا، كانت الفكره رائعه جدا، لعبها ما لعبهاش على مستوى الرؤوس، بل اعطى تمريره خارج منطقه جزاء الخصم. اللاعب اشرف حكيمي اللي كيسدد، ولكن يعني لم مشكلتش اي خطوره. مشات الكره بالنسبه للمنتخب الكونغولي، المنتخب الكونغولي اللي كيعاني، منتخب الكونغو الكونغو برازافيل وليس كينشاسا. هناك يعني الكونغو، كاين الكونغو برازافيل وكاين كونغو كينشاسا اللي هي كونغو الديمقراطيه او الزاير سابقا. يعني اكيد كتمشي الكره بين اللاعبين ديال المنتخب الكونغولي. حضور جماهيري ما كانش بديك الكيفيه، ولكن هذا بحكم الثقه، خاص انها ترجع ثقه بالنسبه للجمهور المغربي، وسيما ان المنتخب الوطني ما قنعش، لم يقنع بتاتا في هذه المباريات الاخيره بالنسبه للمنتخب الوطني. كنت اقتربوا من ربع ساعه اولى بين المنتخب المغربي والمنتخب الكونغولي، مشات الكره عند بن صغير احد اللاعبين اللي ممكن اننا نقولوا عليهم الجواهر الكرويه، بينما هذه كره الكعبي مازال يبحث عن نفسه في هذه المباراه هذه. ايوب الكعبي اللي دار واحد الموسم استثنائي خرافي ان صح الكلام بالنسبه مع فريق اولمبياكوس. الكره مشات بالنسبه للكونغوليين، ولكن ما كيشكلوش اي خطوره للكونغوليين. كترجع مره اخرى اللاعب امرابط في خط الوسط، امرابط مع زياش اللي كيحاول انه يلعب في وسط الميدان، مركز اللي هو ماشي غريب على اللاعب هنايا زياش. كنعرفوا ان زياش لاعب اللي ممكن انه يلعب كذلك كصانع العاب، لانه في البدايه ديالو كان كيلعب مع اياكس في نفس المركز، بينما هذه كره صعيبه كانت دار المدافع على مستوى الجهه اليمنى، ولكن الحكم كيدخل وكيعلن بطاقه صفراء اولى على مستوى على احد اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين، انزونا يوهان، انزونا لاعب دفاع منتخب الانغولي. هنا خطا على اللاعب اشرف حكيمي، مازال كننتظروا ديك النسخه ديال اشرف حكيمي مع وحيد خليلوزيتش، من لان نعم كنعرفوا القيمه الكبيره بالنسبه لاشرف حكيمي اللي لعب في ريال مدريد، مرورا بدورتموند، كذلك مرورا بانتر ميلان مع كونتي. كانت افضل نسخه بالنسبه اشرف حكيمي مع كونتي في انتر ميلان قبل الذهاب الى باريس، الى باريس سان جيرمان، وكنعرفوا القيمه الكبيره بالنسبه لاشرف حكيمي، ولكن افضل نسخه شاهدناها مع كونتي وكذلك مع فهيد خليلوزيتش. ضربات خطا مباشره بالنسبه للمنتخب الوطني، جوج لاعبين، حكيم زياش مع اشرف حكيمي، شكون اللي غادي يسدد هذه الكره هذه؟ اشرف حكيمي
أم إبراهيم ديا أو عفوا أشرف حكيمي أو زياش حكيمي أم زياش حكيمي أم زياش زياش كي يلعبها كرة عرضية. هذه محاولة بالنسبة للمنتخب المغربي الارتباك على مستوى الدفاع ديال المنتخب. المنتخب يعني ليس بمنتخب صعب. الهدف الثاني كيجي بالنسبة للمنتخب الوطني هفوات دفاعية كبيرة وكبيرة جدا. شادي رياض أول أهداف بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي شادي رياض لعوض المكان ديال سايس في محور دفاع ديال المنتخب الوطني عفوا أكيد لعوض رومان سايس كيقدم مستوى كبير كيستطيع أنه يسجل أولى الأهداف دياله الرسمية مع المنتخب الوطني المغربي. شادي رياض لاعب اللي أكدت بزاف ديال المصادر إعلامية أنه تعاقد مع كريستال بالاس وغادي تكون انتقال اللي هو رائع جدا. كنعرفوا القيمة الكبيرة اللاعب في أول المواسم ديالو شادي رياض كيكسب الرسمية ديالو مع ريال بيتيس على مستوى الدوري الإسباني وكنشوفوا أن الذهاب ديالو إلى إنجلترا وتحديدا البريمير ليغ غادي يزيد يعطي أكثر. شادي رياض في محور الدفاع ديال المنتخب الوطني. رومان سايس في يوم من الايام عندما كان يلعب رفقته الفلامتون الانجليزي كان كيقدم مستوى كبير ولكن قص المستوى ديالو. ممكن ان شادي رياض يكون ابرز تعويض بالنسبه لرومان سايس باش انه يكون ديك ثنائي مع نايف اكريد اللي كيلعب كذلك في ويست هام يونايتد ولكن غاب عن التنافسيه. كترجع الكره بالنسبه للمنتخب الكونغولي اللي كيستقبل جوج الاهداف في ربع ساعه اولى. يعني ارتباك كبير على مستوى الدفاع ديال المنتخب الكونغو. الكونغو مشاكل عده مشاكل كثيره حتى انه يعني خسر بالقلم من خلال يعني من خلال المباراه الاولى مع النيجير خسر يعني المباراه لانه انسحب من تلك المباراه. كان متوقع انه غادي ينسحب من هذه المباراه هذه لولا تدخل الحكومي وفرو يعني التنقل بالنسبه لهذا المنتخب. هذا كتمشي الكره منتخب الكونغو لكن يعني ما غاديش نقارنوا الكونغو الديمقراطيه مع منتخب الكونغو برازافيل لان لا مجال للمقارنه لان منتخب الكونغو الديمقراطيه. مبروك العيد. والله يبارك فيك. بنك اوف افريكا كتمنى لكم عيد مبارك سعيد. فريق اللي هو صعب اللي واجهنا في كاس امم افريقيا الكره كتمشي بالنسبه بن صغير. هذا ابرز عنصر في المنتخب الوطني خاص انه ياخذ حقه. اكيد بن صغير صغير في السن الا انه كيقدم مستوى كبير. الكره مشات بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي 2-0. كيستطيع المنتخب الوطني انه يتقدم في النتيجه جوج مرات. الكره مشات بالنسبه للمنتخب الكونغولي ولكن العوده قويه بالنسبه لشادي رياض. شادي رياض مع رومان سايس ممكن الثنائيه اللي غتعطي الاطمئنان لمحور الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. رومان سايس عرفنا ان شادي رياض في المقابله الاولى كره مشات بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. شادي رياض كنعرفوا انه اعتمد عليه المنتخب الوطني في المقابله الحبيه مع انغولا وقدم مستوى كبير الا ان الناخب الوطني اصر على اعاده رومان سايس التشكيله الاساسيه. اكيد رومان سايس هو القائد. اكيد رومان سايس يعني هو الكابيتان وكما كنقولوا هو القائد بالنسبه للكتيبه الوطنيه الا اننا خاصنا ما ننساوش ان يعني تراجع المستوى ديالو. الكره مشات عند اشرف حكيمي اللاعب ابراهيم او اللاعب كذلك يعني زياش. الكره كتلعب مره اخرى امرابط نورد او عفوا سفيان. مشات سفيان عند اشرف حكيمي كيلعب كره لكعبي والهدف الثالث. بهدف الثالث بالنسبه للمنتخب الوطني ايوب الكعبي 3-0 في هذا ربع ساعه اولى. ولكن ما خصناش ننساو اننا كنواجه واحد المنتخب اللي كيعاني من جميع النواحي. 3-0 بالنسبه للمنتخب الوطني. اكيد في هذه المجموعه هذه اللي ممكن اننا نقولوا المنتخب الوطني اسهل مجموعه ما غاديش يلقى صعوبه انه يتاهل لكاس العالم بحكم قيمه اللاعبين اللي عنده بحكم ان الوصول لكاس العالم كذلك ملي كانت الامور قبل زياده عدد المنتخبات على مستوى العالمي قبل ما يوصل 48 منتخب. المنتخب الوطني كنشوفوا الهدف الجميل بالنسبه لايوب الكعبي كيستطيع انه يسجل الثالث الاهداف بالنسبه للمنتخب الوطني صراحه المنتخب المغربي. ولكن ماشي هو اختبار ما غاديش ننساو انه ليس هو باختبار حقيقي.
هذه المواجهه هذه ليست ما غاديش نقولوا عليها اختبار اللي هو حقيقي بالنسبه للمنتخب الوطني. الكونغو كيعاني، الكونغو ماشي هي كونغو، الكونغو الديمقراطيه، الكونغو جا المغرب بصعوبه، الكونغو جا المغرب يعني باش نكونوا منطقيين نكونوا صراحه انه لقى صعوبه، وكذلك انه انسحب في المباراه مع النيجير. المنتخب الوطني تاهل ما غاديش يكون صعب، بغينا المنتخب انه يستغل المنتخب الوطني هذه المباريات اللي كاينه باش انه يلقى لنا الناخب الوطني واحد التوليفه اللي ممكن اننا ننافس بها على مستوى كاس امم افريقيا، لان هذا هو الريال، الريال اللي هو كبير. الكره مشات بالنسبه للمنتخب الوطني كترجع عند اللاعب اشرف، اشرف حكيمي كيلعبها بسرعه من بين اللاعبين محور الدفاع ديال المنتخب الوطني. اللاعب امرابط، سفيان امرابط مع شادي الرياض، سفيان امرابط في الربط، سفيان امرابط يقوم بادوار دفاعيه مزيان، ولكن على المستوى الهجومي كنلقاو صعوبه ملي كتكون الامور مستعصيه، ولكن كنتظروا الناخب الوطني انه يعطينا افكار جديده، افكار اللي ممكن اننا نشاهدوا بها منتخب متجانس، منتخب اللي ممكن انه يلعب على اعلى المستوى. الكره مشات بالنسبه لمنتخب الكونغو، الكونغو يلعب كره هنا محاوله بالنسبه للاعبين ديال منتخب الكونغو، لكن يعني فقط بين يديه حارس المرمى اللاعب اللي حارس ياسين بونو. الكل اعترض على الاداء ديال المنتخب الوطني، الكل انتقد الاداء ديال المنتخب الوطني، الكل لم يريد ما قدمه المنتخب الوطني امام زامبيا. امام منتخب الزامبي كانت اشياء كثيره اللي خسرناها، صحاح اشياء اللي هي كثيره صراحه بالنسبه للمنتخب الوطني. مرحبا. سلام، انا راه ماشي كليان ديالك. واخا، ولكن جيت نعاود لك شي حاجه وقعت ليا. كنت باغي نسافر، مشيت لقيت شي باش نشري فلوس مي ما خرجوش ليا مونطون كبير. قلت نمشي للبنكه باش ندير الغوتري، مشيت للاجونس خديت البيي، من بعد بغيت نصرف عطاوني 2 كيلو ديال الصرف، اش ندير بها؟ سمعت حوايجي طلعت في الطياره شويه كنسمع، عرفت راسي وصلت، مشيت للوطيل بغيت نخلص، قالوا لي ما كتخلصوش بالكاش، خصون عندك لاكارت انترناسيونال. ايوا ايوا ايوا، رجعت بحالي. واش ما لقاش عندك شي حل؟ ساهله، مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل، كارت انترناسيونال. خلص وتيري بكل امان وحريه، يكفي تاكتيفي الدوتاسيون من البي ام سي ديريكت وسافر ليا مع راسك. بغيت تعرفوا اكثر؟ بنك اوف افريكا بوايما. الدفاعي ديال المنتخب الوطني مشات الكرة بالنسبة للمنتخب الوطني هنا أيوب، يا سلام، يعني كنشوفوا التمريرات كيحاول المنتخب الوطني أنه يلعب ديك الثنائيات الثلاثيات، أن دوك الجمل التكتيكية اللي كما كنقولوا أنه يستفد منهم المنتخب الوطني. الكرة مشات بالنسبة لبن صغير، أحسن عنصر بالنسبة للمنتخب الوطني، أداء ثابت بالنسبة للاعب ديال موناكو. الكرة مشات لكن خرجت الكرة وهنايا الكرة خرجت بالنسبة لبن صغير، بن صغير لاعب موناكو صراحة ممارسات كبيرة من قبل الاتحاد الفرنسي باش أنه يكون مع المنتخب الفرنسي، لكن انتهت الأمور بالنسبة لبن صغير بعد ما لعب المباراة الرسمية. هنا أشرف حكيمي، هناك تبادل الادوار، كنشوفوا لا مركزيه بالنسبه للمنتخب الوطني على مستوى الجهه اليمنى والجهه اليسرى، تبادل المراكز بين اللاعبين. ممكن ان هذا ما يخص المنتخب الوطني، ما خصناش ان تكون الاوراق ديالنا مكشوفه. الكره مشات بالنسبه للمنتخب الكونغو في خط الوسط، هنا محاوله التمريره في العمق لكن العوده قويه بالنسبه لشادي الرياض، مع كذلك امرابط كيقوم بادوار دفاعيه، نعم ادوار دفاعيه مميزه بالنسبه لسفيان امرابط اللي كيحاول انه كذلك يعني يلعب الكره بالنسبه لنايف اكرد. نايف اكرد كيلعبها لسفيان على مستوى وسط الميدان، سفيان كيلعب لها الكره بسرعه لعز الدين اوناحي مسجل الهدف الاول، كتمشي الكره عند زياش كذلك يوجد اللاعب ادوار ديال صانع العاب، لانها في البدايه ديالو مع تفينتي ولا كذلك مع اياكس امستردام كان كيلعب كصانع العاب وقدم مستوى اللي هو كبير. الكره مشات يعني مركز اللي ماشي غريب على اللاعب حكيم. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو كيحاولوا في هذه الدقائق هذو، ولكن التدخل ديال شادي رياض كيدخل بشكل مميز وكيخرج الكره. 24 دقيقه كنلعبوا 24 دقيقة، الفوز أو التقدم بالنتيجة 3-0 بالنسبة للمنتخب
المغربي. تماس على مستوى الجهة اليمنى بالنسبة للمنتخب الكونغوليين، الكونغو يعني صراحة كيعاني على جميع الأصعدة. الكرة كتمشي بالنسبة للاعبين ديال الكونغو، الكرة بالنسبة للمنتخب الكونغولي. منتخب زامبيا خلق لنا متاعب أكثر من المنتخب ديال الكونغو، باش نكونوا يعني منطقيين في هذا الأمر. هذا الكرة مشات بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، كيحاول أنه ينزل الكرة بصدره. اللاعب هنايا حكيم زياش اللي كيلعب كصانع ألعاب، هنايا واش غادي يتلائم حكيم زياش مع هذا المركز؟ أكيد ماشي مركز اللي هو غريب على اللاعب حكيم. بن صغير كيلعب الكرة مع اللاعب يعني مع اللاعب أوناحي عز الدين. وناحية تمريرات قصيرة بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني، ما يعني كأنها حصة تدريبية، باش نكونوا منطقيين، حصة تدريبية بالنسبة للمنتخب الوطني، منتخب اللي كيعاني اللي هو منتخب الكونغو. التحضير بالصدر من قبل اللاعب الكعبي، هنا كرة بنية إبراهيم دياز، تسديدة ديال إبراهيم فقط أنها مشات بالنسبة للاعبين ديال الكونغو. أكيد الكرة مشات تمريرات قصيرة باللاعبين ديال المنتخب الوطني. مازال نعم الكونغو اليوم بدينا بشكل قوي، ولكن ماشي هو الاختبار الحقيقي. نعم الكونغو ماشي اختبار حقيقي، لا اكيد خاصنا نعرفوا بزاف ديال الاشياء بالنسبه للمنتخب الوطني، اللي خاص انه ممكن هذا الفوز يرجع ثقه بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني. اكيد كره مشات بالنسبه للاعبين ديال منتخب الكونغو. كنلعبوا 26 دقيقه، اي اننا كنقتربوا من نصف ساعه اولى بين المنتخب الوطني المغربي في هذه المواجهه، في هذه المقابله او المباراه لحساب الجوله الرابعه من التصفيات المؤهله لكاس العالم التي ستقام بامريكا والمكسيك وكندا في تنظيم مشترك. الكره في التماس بالنسبه للمنتخب الوطني او منتخب الكونغو. كرة مشات بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغو. تماس بالنسبة للمنتخب الكونغو، كرة تلعبات بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغو اللي كيلقاو صعوبة. منتخب مرتبك، منتخب اللي ممكن انه ما غاديش يخلق متاعب للمنتخب الوطني بحكم ما قدمه في هذه النصف ساعة الأولى. ارتيك باك دفاعي، منتخب اللي ماشي هو المنتخب اللي ممكن انه يخلق أو يزعج المنتخب المغربي في هذه المواجهه. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني، كنرجع لشادي او اللاعب نايف اكرد، مشات الكره ابراهيم دياز في الانطلاقات، كيطلب الكره في وسط الميدان وكينطلق على مستوى الجهه اليمنى. الكعبي كيخرج من المركه من الهجوم، كيحاول انه يخرج من القوقعه ديال الدفاع ديال المنتخب الكونغولي، كيحاول انه يلعب الكره مع الزملاء ديال الكره. مشات مره اخرى بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني، كترجع عند الحارس ياسين بونو. حال ياسين الى اللاعب شادي الرياض، شادي الرياض كيلعبها في خط الوسط للاعب زياش اللي كيطلب الكره وكيغير تماما. تمريره مليمتريه اللاعب اشرف حكيمي، اشرف حكيمي دياز، ابراهيم دياز اللاعب امرابط، امرابط مره اخرى الاوناحي. اللاعبين كيلعبوا انه كيحاولوا انه يخرجوا اللاعبين ديال المنتخب الكونغو. تمريرات قصيره بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني، ولكن وكان تمويه من اللاعب عز الدين وناحي، ولكن كانت مكشوفه الكره كتلعب بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو. مشات الكره على مستوى الجهه، دائما كيعتمدوا على الجهه اليمنى. المنتخب الكونغوليين كيعتمدوا على الجهه اليمنى. الكره مشات تمريره، ولكن فقط اللاعبين ديال المنتخب المغربي. تمريره للحارس ياسين بونو، وهنا كيحاول المنتخب الوطني انه يخرج الكره. تدخل عنيف من احد اللاعبين ديال المنتخب الكونغو، تدخل عنيف جدا من احد اللاعبين الكونغوليين على اللاعب بن صغير. تدخل عنيف وعنيف جدا. كنتمنوا ان هذا التدخل هذا ما يكونش اصابه يعني بالنسبه للاعب بن صغير. تدخل قوي جدا، هنا كنشوفوا صعبة جدا، تدخل قوي من اللاعبين الكونغوليين. هنا تدخل ممكن انه بطاقة حمراء، يستحق على إتريا بطاقة حمراء، لأن التدخل كان قوي جدا. وهذه الفرصة إعادة الفرصة اللي جات بالنسبة للمنتخب الوطني، اللي حاول فيها يعني دياز، إبراهيم دياز، وتعليمات الناخب الوطني وليد الركراكي مستمرة.
نصف ساعة أولى 3-0، ولكن ممكن أن نقوله ماشي هذا هو المنتخب الكونغو اللي ممكن أنه يخلق لنا متاعب. طريق إلى المونديال يعني غادي يكون أسهل مقارنة بالمونديال ديال قطر، لأنه بحكم زيادة عدد المنتخبات، بحكم المجموعة اللي احنا فيها دابا حاليا كنتصدروها، بحكم أن المنتخب الوطني بحكم النقاط أو بحكم بالعلامة الكاملة المنتخب الوطني، لا يختلف اثنان على أن المنتخب الوطني بالعلامة الكاملة ممكن أنه يحقق، إذا استطاع أنه يفوز اليوم غادي يوصل للنقطة التاسعة بالعلامة الكاملة، أي أنه من حيث الفوز كيتحقق، ولكن الإشكالية على مستوى الأداء ديال المنتخب الوطني اللي هو غير مطمئن. الكرة مشات لبن صغير، الحمد لله أن بن صغير يعني ما كانتش واحد إصابة ليا قوية أمرابط، شاف اللاعب هنايا الكرة بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تمريرة قصيرة، ممكن أنه يجي الهدف الرابع. زياش كيسدد كرة كانت يعني فقط بين يدي حارس مرمى ديال المنتخب الكونغو، كنلعبوا 31 دقيقة. الكرة مشات بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغو، كيمر بطريقة سريعة اللاعبين ديال المنتخب الكونغو، هذه محاولة أحد المحاولات بالنسبة للمنتخب الكونغو في الدقيقة هذه، الكرة مشات ولكن العودة قوية بالنسبة لنايف أكريد، عودة قوية بالنسبة لنايف أكريد اللي مازال بعيد على التنافسية، كنتمناو أنه يرجع بقوة الفريق ديال ويست هام، علما أن تقارير كذلك صحفية أكدت على أن أتلتيكو مدريد يريد الخدمات ديال اللاعب. ننتظر، وهنا نايف أكريد ومع شادي رياض يقومان بالمهمة كما يجب، ولكن لم يختبرا بعد. الكرة مشات ركنية بالنسبة للمنتخب ديال الكونغو، منتخب الكونغو كيلعبها بشكل سريع، منتخب الكونغو اللي مرفوع الكرة كانت خطيرة ما مشاتش بعيد، لكن الكرة عالية نوعا ما القائمة الأفقي، وكترجع ضربة مرمى بالنسبة للمنتخب الوطني. مشات الكرة هنايا ما مشاتش بعيد، نعم كرة كانت مقوسة ولكن علت المرمى، وكذلك ضربة مرمى بالنسبة للمنتخب الوطني. كنلعبوا الدقيقة 32، ما زال التقدم بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي على منتخب الكونغو. شادي رياض اللاعب اللي تتحدث عليه بزاف ديال التقارير انه غادي لكريستال بالاس، هنايا ما كيتمكنش من الكره ديالو اللاعب يحيى عطيه الله على مستوى الجهه اليسرى، التماس كيتنفذ بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغوليين اللي كيحاولوا في هذه الدقائق هادو. منتخب الكونغو اللي استقبل 3 الاهداف في ظرف ربع ساعه اولى بالنسبه للمنتخب الكونغو. الكره على مستوى كتلعب هنايا على مستوى الجهه اليمنى بالنسبه للمنتخب الكونغوليين، كيحاول انهم يرجعوا الكره، كره ملعوبه دار المدافعين، هذه محاوله بالنسبه للمنتخب الكونغو، لكن كان في وضعيه ديال التسلل اللاعب ديال الكونغو، كان في وضعيه ديال التسلل، وبالتالي كترجع هنايا الكره للمنتخب الوطني المغربي. المنتخب المغربي في هذه المواجهه هذه من اجل اعاده الثقه بالنسبه للمنتخب الوطني وبالنسبه للجمهور، ولا الجمهور متخوف من المنتخب ومدى قدره هذا المنتخب من تحقيق كاس امم افريقيا، لان هذا هو الرهان. زياش كيلعب الكره بشكل رائع جدا، اللاعب بن صغير وصلت الكرة لبن صغير على مستوى الجهة اليوم، ولينا كنلعبوا اليوم على عكس المباراة، على عكس المقابلة ديال المقابلة مع زامبيا، المنتخب الوطني كاين تنويع على مستوى الهجوم، طارة من أننا كنحاولوا ندخلوا في العمق واستغلال التمريرات ديال زياش، خاص أننا نعرفوا أنه كيلعب كصانع ألعاب، طارة على مستوى الجهة اللي فيها اللاعب يعني ابراهيم دياز، وكذلك الجهه اللي فيها اللاعب بن صغير، وبالتالي هذا هو التوازن اللي كنا باغيينه على مستوى المنتخب الوطني. مشات اللاعبين ديال المنتخب
الكونغو. الكرة على مستوى الجهة اليسرى بالنسبة للكونغوليين، 34 دقيقة، مازال 3-0 بالنسبة للمنتخب الوطني اللي كيلعب باقتصاد اللي هو كبير بعد ما سجل 3 أهداف. الكرة كتلعب بالنسبة للاعبين ديال الكونغو، كرة تلعبات، كيحاول أنه يرفع الكرة، لكن نيف أكرد يا سلام على التمريرة ديال زياش، كانت تمريرة رائعة جدا. خاصة نعرفوا أن زياش في وسط الميدان كصانع ألعاب ممكن يلعبها على مستوى الجهة اليمنى، وممكن كذلك أنه يلعب الكرة على مستوى الجهة اليسرى، وبالتالي إرباك الدفاع ديال الخصوم، على عكس الخطة الوحدة اللي كنا كنلعبوا بها دائما ما يتم الاعتماد على الجهة اليمنى على عكس الجهة اليسرى. يعني كانت هذه النقطة هذه شفناها في كأس أمم إفريقيا، شفناها كذلك على مستوى المباريات الأخيرة، وفي آخر مباراة مع زامبيا كنا دائما كنبحثوا على الحلول على مستوى الجهة اليمنى، وما كنجربوش أننا ندخلوا في العمق، وكذلك كنجربوا يكون هناك توازن في ما هو في الجهة اليسرى والجهة اليمنى. الكرة بن صغير، الكرة مشات على مستوى يعني اللاعب عز الدين أوناحي، زياش ممكن أنه يغير تماما اللاعب هنا أشرف حكيمي. الكرة مشات بالنسبة لعز الدين أوناحي، تمريرة قصيرة، كأنه كيخرج الكرة بشكل جيد إبراهيم دياز، كتلعب الأمرابط وهنا كيحاول أنه الكعبي يخرج يلعب الكرة، الكرة عند زياش كيرفع الكرة البحث على الكعبي، ولونا كرة بالنسبة بن صغير، بن صغير كيلعب الكرة مرة أخرى، اللاعب هنا يحيى عطية الله كيرفع الكرة البحث على مستوى الجهة على قائم المستوى القائم الثاني، ولكن خرجت الكرة. 36 دقيقة، ما زال الفوز أو ما زال التقدم بالنسبة للمنتخب الوطني ب3-0 على منتخب الكونغو. ضربة مرمى بالنسبة للمنتخب الكونغولي مشاهدي الأفاضل، لي منتخب عندنا مازال مباريات، إريتريا أكيد أنها انسحبت من التصفيات، ولينا 5 المنتخبات، بينما هذه كرة بعد هذه المباراة هذه، وهذه محاولة ممكن أنه يجر الهدف الرابع، ولكن كيتدخل أحد اللاعبين الكونغوليين وكيخرج الكرة الركنية. قلنا أن هذه المجموعة هذه مجموعة زامبيا عندها 3 نقاط، المنتخب الوطني اللي ربح اليوم يكون عنده 9 نقاط، وبالتالي العلامة الكاملة. المنتخب الوطني المغربي ما غاديش يلقى أدنى صعوبة من تأهل كأس العالم، مازال عندنا مباراة مع النيجر اللي كيشرف عليه الناخب الوطني السابق اللي هو بادو الزاكي، منتخب النيجر. وما نساوش كذلك أننا في هذه المجموعة ما غاديش نلقاو صعوبة أننا نطلعوا لكأس العالم، الكرة تلعبات على مستوى الجهة اليمنى مرفوعة الكرة بالرأس على مستوى الدفاع ديال المنتخب الكونغولي، مشات عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني على مستوى الجهة اليمنى. هنا التمريرة على عز الدين أوناحي أو إبراهيم كيرفع كرة، ولكن كتضيع، كترجع اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين اللي كيحاولوا في الدقائق هذه. هنايا محاولة بالنسبة للكونغوليين، هنايا العودة القوية، يلزم أنه اللاعبين أنهم يرجعوا بشكل قوي. أكيد نيف أكريد كيرجع وكيغطي على مستوى التغطية ممتاز، اللاعب او الحارس المرمى بونو كيلعبها اللاعب بن صغير كيلعبها الكره عند لاعبي ديال المنتخب الوطني في المنتصف الميدان، محاوله بناء الهجمه كتمشي الكره على مستوى الجهه اليمنى بالنسبه للمنتخب المغربي، مشات الكره عند اللاعب هنايا دائما زياش كيحاول انه يدخل بالكره، كيمرر الكره والهدف الرابع. الهدف الرابع بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، ايوب الكعبي كيستطيع انه يسجل الهدف الرابع والهدف الثاني الشخصي بالنسبة لي في هذه المواجهة هذه في هذه المباراة. الهدف الرابع كانت تمريرة، كنشوفوا كذلك تبادل الأدوار بين زياش وبين كذلك إبراهيم دياز، شفنا لا رغم أنه اللاعب زياش كيلعب كصانع ألعاب، إلا أنه شفناه كيميل أكثر هنا أنه كيميل الجهة اليمنى، أعطى تمريرة رائعة، وهنا تمريرة رائعة جدا يعني اللاعب عز الدين أوناحي كيمرر، عطاه على مستوى القائم الثاني الكعبي اللي امام الشباك الفارغه، كيستطع انه يسجل الهدف الرابع بالنسبه للمنتخب الوطني في هذه الجوله، هذه الجوله الاولى. ولكن ليس هذا الاختبار الحقيقي، مازال
يعني ماشي هذا الاختبار الحقيقي. راه ان المنتخب الكونغو كيعاني، ان المنتخب الكونغو ماشي هذا المنتخب اللي ممكن انه يخلق لنا متاعب، ممكن يعني لان دائما في المباريات ديال المنتخب الوطني قلنا ان ما عندناش مشكل على مستوى الدفاع، ولكن تاكد ان عندنا مشكل برومان سايلز، عندنا مشكل بعد ما استقبلنا داك الهدف مع زامبيا، وبالتالي هذه المواجهه ما بغيناش انها تكون مواجهه فخ بالنسبه للمنتخب الوطني، لاننا ما كنواجهوش واحد المنتخب اللي ممكن انه يخلق لنا متاعب، بحكم يعني ان المنتخب الكونغو انسحب مع يعني انسحب مع منتخب النيجير. جوج تغييرات على مستوى المنتخب الكونغو، ممكن جوج تغييرات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو اللي كيعاني اللي استقبل 4 ديال الاهداف اكيد في هذه المواجهه. 40 دقيقة مازال تقدم بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني. زياش أكيد في هذا المركز ممكن أنه يكون حسن كصانع ألعاب. يا سلام على اللاعب بن صغير، خاصة نعرفوا أن حاليا كنشوفوا بن صغير، لأن دائما كنا كنعتمدوا على اللاعب زياش على مستوى الجهة اليمنى، في المباراة الأخيرة ما شفناش بن صغير. شوف دابا بن صغير كيمشي للجهة اليمنى، الجهة اليسرى ما كاين لا مركزية بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني. هذه محاولة بالنسبة للمنتخب يخترق الدفاع ديال الكونغوليين، ولكن في آخر المطاف كيدخل أحد المدافعين، الكرة مشات بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني. شوفوا لا مركزية عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني. يا سلام على التمريرات هذه، التمريرات الثنائية. دائما كنحاول أننا نشوفوا المنتخب الوطني بهذه الطريقة مع منتخب منظم، مع منتخب اللي ما كيقومش بأخطاء دفاعية، ممكن أننا نقولوا أن الناخب الوطني ممكن أنه يستفيد من الأخطاء ديال الماضي. ننتظر فقط، هي تساؤلات وجوج تغييرات بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغو. كنلعبوا 41 دقيقة، يعني كنشوفوا تغييرات ديال المنتخب الكونغولي. او هنا جوج اللاعبين ديال المنتخب الكونغو كيخرجوا، وكذلك كنشوفوا ان ممكن يعني منير كيدخل، يعني ننتظروا شنو هما القرارات، واش كاين كذلك تغييرات ديال المنتخب الوطني. ما كايناش، الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب ديال الكونغو. عند الحارس ديالهم كيرفع الكره، كيغير الاتجاه للجهه اليسرى، ولكن كيرجع مره اخرى للدفاع ديالهم. الكره مشات في الوسط الميدان، كيلقاو صعوبه نعم المنتخب الوطني، كيحاول انه يضغط على اللاعبين ديال الكونغو. مشات الكره على مستوى الجهه اليسرى ديال المنتخب الكونغولي، الكره كتلعب منتخب الكونغو. كيفاش غادي يكون رد فعل ديال المنتخب؟ اكيد جا فقط باش انه يلعب المباراه، اكيد جا ليله المباراه. في اخر المطاف كان انه غادي ينسحب من هذه المواجهه، وبالتالي غادي يمشيو النقاط ثلاث بالنسبه للمنتخب الوطني. في اخر المطاف التدخل الحكومي اعطى انه باش انه المنتخب الكونغولي يجي للمغرب باش يلعب هذه المواجهه ويستقبل المنتخب الوطني هنايا في المغرب. 42 دقيقه مازال التقدم بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، مشات عند اللاعبين ديال المنتخب الكونغولي. تمريرات قصيره، هنا كيحاول انهم يدخلوا داخل منطقه الجزاء، لكن نيف اكريد كيخرج الكره، مشات عند اللاعبين ديال الكونغولي مره اخرى، وهنا محاوله، هنايا محاوله بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو. ما يلقاوش صعوبه، كيلقاو صعوبه اكيد. مشات الكره عند اللاعب ابراهيم دياز، ابراهيم دياز كيعطي الكره للاعب يعني اشرف حكيمي. مره اخرى ابراهيم دياز، اللاعب امرابط كيغير الاتجاه، مشات الكره للجهه اليمنى. بن صغير في الاستلام، بن صغير كيمر، بن صغير كاينه عرقله، كانت ضربه خطا بالنسبه للاعب بن صغير، لاعب اللي عنده مستقبل اللي هو كبير، لاعب موناكو اللي خرج منها اللاعب مبابي في فرنسا، اكيد المنتقل حديثا لريال مدريد. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني على مستوى الجهه اليمنى، كرة بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني، كيحاول انهم يخرجوا اللاعبين ديال المنتخب الكونغولي. تمريرات قصيرة بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني. ابراهيم دياز اللاعب اوناحي، مشات اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، لكن كتضيع من ابراهيم دياز، وكترجع مرة أخرى اللاعبين ديال المنتخب الكونغولي اللي ما كيلقاوش أدنى
يعني ما كيلقاوش يعني طريقه باش انهم يخترقوا الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. كترجع هناك استحواذ كبير بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني، وهذا شيء اكيد كنشوفوه من خلال الدقائق الاخيره، استحواذ كبير وكبير جدا بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي على مجريات المباراه او من خلال هذه الجوله، هذه الجوله الاولى. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب المغربي، هنا اللاعب كترجع مره اخرى الحارس ياسين ابونو، ياسين كتلعب اللاعب امراب كينتظر انه يخرج اللاعب. نعم كيخرج اللاعب هنايا بن صغير لعب بتحرر كبير اليوم، تحرر كبير بالنسبه لبن صغير. كنشوفوا في الجهه اليمنى تبادل الادوار اللامركزيه في خط الهجومي من اجل التنشيط الهجومي اكثر. نشوفوا لنا المنتخب الوطني انه يلعب بطريقه افضل. الكره مشات ولكن هنا تسلل كيعلن حكم المباراه، جوج دقائق كيزيد الحكم كوقت بدل ضايع في هذا الشوط. هذا الشوط اللي شفنا فيه اربعه الاهداف بالنسبه للاعبين او بالنسبه للمنتخب الوطني هنا في ملعب ادرار، ملعب الكبير باكادير. الكره مشات عند امرابط اللي كيرجع بعد ما غاب في المباراه الاخيره امام زامبيا. الكره رجعت بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني على مستوى المحور الدفاعي، من اللاعبين ديال المحور البحث على الكعبي طويله الكعبي، ولكن بسرعه كترجع لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي على مستوى الجهه اليمنى. لاعبين المنتخب الوطني كيحاول انه يخرج اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين اللي كيحاولوا انهم يبقاو على نفس النتيجه. الكره مشات تمريرات قصيره بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني، المراوغه والتدخل كان عنيف. ابراهيم فرصه ذهبيه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. ابراهيم دياز قام بكل شيء تسديده ولكن كانت ضعيفه بين يدي حارس مرمى منتخب الكونغو. كره كانت صعيبه بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني، تسديده لكن تسديده ما كانتش قويه بشكل لازم باش انا نشوفوها في المرمى ديال المنتخب الكونغولي. مازال ننتظر او كما كينتظر ابراهيم دياز انه يسجل الاولى الاهداف ديالو مع المنتخب المغربي. مشات الكره بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو، المنتخب الكونغو كتلعب الكره كيرجع الكره في خط وسط الميدان. هنا ترتيب الصفوف بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، جوج دقائق كيضيفها الحكم كوقت بدل ضايع. كره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو، الكونغوليين كيحاولوا في هذه الدقائق هادو انهم على الاقل يسجلوا هدف تقليص الفارق. كيغير الاتجاه تماما الجهه اليسرى، كيرفع الكره المقوسه لكن بين يدي حارس المرمى الحارس ياسين بونو، كيلعبها بشكل سريع. وفي هذه الدقائق كينهي الحكم المباراة، يعني الجولة الأولى على واقع تقدم المنتخب الوطني المغربي بـ 4-0 على منتخب اللي ممكن ماشي هو اختبار حقيقي باش ما نطيحوش في الفخ، منتخب اللي ممكن أنه ضعيف وضعيف جدا، لا مجال للمقارنة بين الكونغو والكونغو الديمقراطية. إذا مشاهدي الأفاضل نلقاكم إن شاء الله مع بداية الجولة الثانية، فتفضلوا بالبقاء معنا فاصل ثم ارجعوا مرة أخرى.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومشاهدات قناة انفوسبور عبر هذه الحصة الجديدة في النقل التفاعلي للمباراة ديال المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الكونغو لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك. كما هو معلوم الجولة الأولى انتهت على واقع تقدم ديال المنتخب الوطني المغربي ب 4-0، جولة اللي شفنا فيها 4 أهداف من قبل المنتخب الوطني المغربي. شفنا اللاعب أيوب الكعبي اللي سجل ثنائية في هذه المباراة، أيوب الكعبي اللي خد المكان ديال يوسف النصيري. شفنا أشياء جديدة، شفنا أن المنتخب الوطني الوليد الركراكي يحاول أنه يبتكر خطط اللي هي جديدة، ولكن ما نساوش أن الكونغو ليس باختبار حقيقي وخصوصا بعد الارتباك اللي عاشوا على مستوى الدفاع ديالو. إذن الحكم المباراة كيعطي الانطلاقة. كنرجعوا معكم في النقل التفاعلي لمجريات الجولة الثانية بين المنتخب الوطني ومنتخب الكونغو لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم هنا في ملعب أدرار. الكونغو كيستقبل المنتخب المغربي في ملعب أدرار، أكيد لأنه كانت المباراة غادي تقام في كينشاسا في الدولة المجاورة للكونغو اللي هي الكونغو الديمقراطية تم في العاصمة كينشاسا، ولكن في آخر المطاف إعلان عن أنه ما غادي يجيو لهنا المغرب، أنه غادي يستقبلوا المنتخب الوطني هنايا في ملعب أدرار. وبالتالي هذا عامل اللي هو مهم بالنسبة للمنتخب الوطني أنه ما غاديش يتنقل لإفريقيا. الكرة مشات بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغو، كننتظروا هذه المباراة الجولة الثانية. ممكن أن الناخب الوطني يستعين بأحد العناصر أو العناصر اللي كاينة في دكة الاحتياط باش أنه يجرب بزاف ديال الحلول، لأن المنتخب الوطني ما خاصوش أنه يلعب بخطة واحدة، خاصو أنه دائما يشوف مراكز آخرين، يشوف بزاف ديال الخطط، يشوف بزاف ديال اللاعبين، وخصوصا في هذه المواجهة هذه أمام منتخب اللي هو ماشي مقياس، وممكن نقولوا عليه أن منتخب اللي ممكن أنه ما يمكنش أنه صعب جدا أنه يخلق لنا متاعب لا مجال للمقارنة في ظل وجود الفارق. كرة مشات بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغو، المنتخب الكونغولي كيحاول في الدقائق هادو أولا الكرة في التماس بالنسبة للمنتخب الكونغولي. شوفوا هنا بزاف ديال اللاعبين في دكة الاحتياط ديال المنتخب الوطني كيحاولوا أنهم يستعدوا للإحماءات من أجل أنهم يكونوا في هذه الجولة هذه. أكيد كما توقعنا أن الناخب الوطني غادي يعطي الفرصة لأكثر من لاعب، وخصوصا بعد النتيجة الكبيرة اللي تحققات وخصوصا في الجولة الأولى. الكرة مشات بالنسبة للاعبين ديال منتخب الكونغو على في وسط الميدان، كيحاولوا أنهم يلعبوا الكرة دار المدافعين، ولكن سهل فقط الحارس المرمى الحارس ياسين بونو حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي. ياسين بونو كيلعب الكرة بشكل سريع على مستوى الجهة اليسرى ديال المنتخب الوطني المغربي للاعب يحيى عطية الله، كيرجع لشادي الرياض. شادي الرياض المنتخب والدفاع لم يكن هناك اختبار حقيقي بالنسبة للدفاع. نيف أكرد مع شادي الرياض، شادي الرياض أكثر تنافسية. أكيد الناخب الوطني اعطاه الفرصة في المواجهة، وخصوصا بعد الهدف اللي استقبل المنتخب الوطني أمام زامبيا، ما يمكنش أنك تستقبل الهدف بديك الطريقة. وكنشوفوا أن التدخل العنيف من اللاعبين ديال الكونغو على اللاعبين ديال المنتخب الوطني على عز الدين أوناحي. كرة لعبات بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، الكرة مشات اللاعب نيف أكرد لعب ويست هام يونايتد الإنجليزي في البريمير ليج بعد العودة ديالو من كأس أمم إفريقيا، ما لعبش دقائق كثيرة مع الفريق ديالو في البريمير ليج. دافيد مويس يعني مدرب ديالو في كيعتمد على لاعب اخر على حساب نايف اكرد، ولكن ما نساوش ان نايف اكرد هو قطعه اساسيه في المنتخب الوطني لانه مازال عنده ما يعطي على عكس رومان سايس. كانت يعني ملاحظه اللي جد مهمه من الناخب الوطني وليد باش انه يعطي الفرصه لشادي الرياض. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي كيلعبوا في الدقائق هادو. المنتخب ممكن انه يلعب باقتصاد كبير وكبير جدا، وممكن اننا نشاهدوا
لاعبين اخرين انهم يدفع بهم الناخب الوطني وليد الركراكي اشرف حكيمي اشرف ايوب اشرف حكيمي الايوب كترجع مره اخرى ضائعه كترجع اللاعبين ديال منتخب الكونغو منتخب الكونغو غادي نشوفوا كيفاش غادي تكون ردد الفعل ديالو في هذه الجوله الثانيه ام رابط باستماته دفاعيه قويه كيلعب الكره بشكل جميل ولكن كتضيع كتمشي مره اخرى اللاعبين ديال منتخب الكونغوليين ولكن الحكم كيوقف اللعب حكم المباراه وكيعلن على مخالفه كيعلن على مخالفه بالنسبه او ماذا هناك يقول حكم المباراه حكم المباراه شد الكره في يديه اكيد هنايا حديث عن ماذا اعلن الحكم المباراه حديث بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني وكذلك اللاعب ديال الكونغو كنتظروا مشاهدي الافاضل اكيد هنايا حكم المباراه كنعاودوا اللقطه اللي جا منها فرصه بالنسبه للمنتخب الكونغوليين كنلعبوا الدقيقه 50 مازال المنتخب الوطني المغربي اكيد مشاهدينا الافاضل كترجع مره اخرى اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين منتخب الكونغو بزاف ديال المنتخبات في افريقيا شفنا كيفاش المنتخب المصري تعادل شفنا المنتخب تعادل مع غينيا بيساو كشفنا اوغندا يعني ربحتها الجزائر بصعوبه اوغندا الجزائر اللي خسرت مع غينيا غينيا كوناكري طبعا الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي الكره اللي حكيم تدخل كبير او تدخل خشن على اللاعب يعني اللاعب زياش على اللاعب زياش تدخل على اللاعب زياش ضربة خطأ مباشرة بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني حكيم تدخل قوي على حكيم زياش اللاعب غلطة سراي اللي كثر الحديث وكذلك على اللاعب زياش انه كان غير راضي تماما على التبديل ديالو على في المباراة الأخيرة ضربة خطأ مباشرة بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي قلنا هاد التصفيات شهادات بزاف ديال النتائج اللي ممكن اننا نقولوا عليها نتائج يعني نقولوا عليها النتائج اللي ممكن اننا ما بقاش هناك منتخب قوي ومنتخب ضعيف في افريقيا وخصوصا بعد ما شفنا بعض النتائج الخسارة ديال الجزائر مع غينيا فوز الجزائر على اوغندا بجوج لواحد كرة لعبات هذه خطيرة والهدف الخامس الهدف الخامس ايوب الكعبي رأسية في الشباك ديال منتخب الكونغو 5-0 بالنسبة للاعبين المنتخب الوطني كيستطع انه يجلع الهدف الخامس عن طريق ايوب الكعبي ثلاثية الهدف الثالث الرسمي او هدف الثالث الشخصي ديال ايوب الكعبي لاعب اولمبياكوس اليوناني اكيد مشاهدينا الافاضل هدف كان رائع واش كان في حاله لم يكن في الحاله ديال التسلل لم يكن في حاله تسلل وهدف رائع ورائع جدا من اللاعب ايوب الكعبي راسيه الهدف الخامس الهدف الثالث بالنسبه للشخصي لايوب الكعبي اللي قدم موسم استثنائي بكامل المقاييس مع فريق اولمبياكوس عز الدين اوناحي اعطى تمريره بالمسطره تمريره مليمتريه بالراس ارتطمت بالقائم الاول ديال حارس مرمى المنتخب الكونغو اللي كيجي الهدف الخامس بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني ما نساوش كذلك على التمريرات ديال اللاعب اللاعب ديال اوناحي عز الدين اوناحي وكنهضروا كذلك ان اوغندا خسرت او ربحات الجزائر بصعوبه بعد ما خسرت مع غينيا ربحت اوغندا بجوج لواحد كنشوفوا البنين نيجيريا بالنجوم ديالها اوسيمين لاعب نابولي وبزاف ديال اللاعبين اكيد اللي كيمارسوا في اعلى المستوى كيبتعدوا كثير وممكن انهم ما يطلعوش لكاس العالم نيجيريا اللي خسروا مع البنين البنين
بجوج لواحد. كنشوفوا مصر تعادلت مع غينيا بيساو واحد لواحد. غانا ربحت بصعوبه افريقيا الوسطى في بلادها في اكرا باربعه لثلاثه، وبالتالي ما بقاش هناك منتخب قوي ومنتخب ضعيف. ولكن ما خصناش انا ننساو ان الكونغو اليوم ماشي المنتخب اللي ممكن يخلق لنا متاعب، كيدخل يعني تدخل قوي من الدفاع ديال المنتخب المغربي، والكره كتغادر ارضيه الميدان، كره خارج الاطار، والركنيه بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو، ركنيه بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغوليين، ركنيه هنايا ممكن هذا الانتصار يرجع الثقه بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. هنايا الركنيه بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغوليين، هذا الفوز الكبير غادي يرجع الثقه نوعا ما للعناصر الوطنيه وكذلك الجمهور المغربي، لانه يريد ان يشاهد منتخبا قويا. عز الدين، عز الدين انطلق، عز الدين عطى تمريره، عز الدين، ولكن هذه التمريره هذه في العمق الدفاعي، كان البحث على اللاعب يعني ابراهيم ادياز، الكره كترجع بالنسبه للاعبين ديال منتخب الكونغو، منتخب الكونغولي، منتخب اللي كيحاول في هذه الاثناء كيضيع بزاف ديال الكرات. زياش كيعطي تمريره للاعب ايوب الكعبي، كيرجعها مره اخرى للاعب زياش حكيم، زياش لابراهيم دياز لاشرف حكيمي، دياز زياش دياز، كينطلق دياز، كينطلق دياز، كيخترق دياز، كيحاول دياز، كي ممكن يسدد دياز، خطيره جدا بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني. تباطأ نوعا ما في هذه اللقطه، هذه فرصه انه يجي الهدف السادس. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو، الكره تلعبات بشكل مباشر، كره طويله ولكن فقط بين يدي حارس المرمى، حارس ياسين بونو. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، مشات الكره اللاعب بن صغير كيرجع الكره لامرابط بسرعه، كيعطيها اللاعب زياش، زياش لابراهيم دياز، تمريرات قصيره بين اللاعب زياش ودياز، زياش ودياز، زياش مره اخرى عنده الكره، كيعطي الكره لاشرف حكيمي على مستوى الجهه اليمنى، اشرف بن صغير، بن صغير كيخترق، بن صغير كيعطي تمريره لابراهيم دياز، بن صغير، بن صغير كيحاول، مازال الكره، مازالت الخطوره بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني، ولكن كتضيع كترجع اللاعبين ديال المنتخب الكونغولي. ممكن هذه هجمه مرتده بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو، كيحاول انهم يستافدوا من هذا المرتده على مستوى الجهه اليسرى بالنسبه لهم. الكره واحد على واحد، مواجهه ثنائيه بينه وبين اللاعب احد لاعبين هو اللاعب نايف اكرد، باقي الكره عند اللاعبين ديال المنتخب الكونغو، كترجع الكره بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغولي على مستوى الجهه اليمنى ديال المنتخب الكونغولي. هنا الكره محاوله ديال المنتخب الكونغو، كيحاول انه يخترق الدفاع، ولكن اللاعبين ديال المنتخب الوطني عارفين ان اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين ممكن انهم كيلعبوا بشراسه كبيره، بتدخلات اللي هي عنيفه، ما كيحاولوش انهم يلعبوا معاهم او انهم يصطدموا مع اللاعبين الكونغوليين. وهذه لاحظناها من خلال اللقطه الاخيره، الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو اللي كيحاولوا انهم يجلوا على الاقل هدف تقليص الفارق. النتيجه هي 5-0 بالنسبه للاعبين ديال المنتخب المغربي. الكره مشات بن صغير اللاعب عز الدين وناحي، عز الدين كينطلق، عز الدين كيلعبها لاشرف حكيمي، اشرف كيعطيها لعز الدين وناحي، عز الدين وناحي، اللاعب امرابط كترجع للاعب اشرف حكيمي عند بن صغير. بن صغير هذا لاعب فنان، لاعب اللي هو قوي، لاعب اللي ممكن انه عنده مستقبل اللي هو كبير مع المنتخب الوطني المغربي بحكم صغير السن ديالو، بحكم انه كيلعب في اعلى المستوى مع اف سي موناكو. الكره تلعبات اماميه لكن بين يدي حارس المرمى ديال المنتخب الكونغو، منتخب الكونغولي. مازال النتيجه 5-0 بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. الكره مشات هنايا جوج لاعبين، اخو ماش وسفيان رحيمي، كيستعدوا باش انهم يدخلوا مكان من اعتقد مكان ابراهيم دياز وما مكان بن صغير، ممكن بن صغير وابراهيم دياز، ممكن شاهدوا يعني التغيير ديال ابراهيم دياز، يلعب المكان ديالو اخو ماش
وممكن كذلك انه يخرج اللاعب اللي هضر بن صغير باش انه يترك المكان ديالو لا سفيان الرحيمي باش انه يجرب هذه الثنائيه هذه. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب المغربي، تمريرات قصيره، تمريرات رائعه من اللاعبين المنتخب الوطني المغربي، كره تلعبات ولكن كتضيع، كترجع اللاعبين ديال المنتخب الكونغو، منتخب الكونغولي، مشات الكره بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو في الوسط الميدان، كتلعب دار المدافعين على مستوى الجهه اليمنى بالنسبه او الجهه اليسرى بالنسبه للاعب بالنسبه للمنتخب الكونغولي، كره في التماس، كره في التماس، جوج اللاعبين هنا كنشاهدوا شكون كيغادر، ايوب الكعبي هنايا كيعطي الانطباع شنو هو، ان المهاجم الثالث في المنتخب الوطني هو سفيان رحيم، هذه لا اشكال فيها، اعطى اشارات بالنسبه لاكيد الناخب الوطني سفيان رحيمي هو المهاجم، مهاجم المنتخب الوطني غادي يلعب في البوانت، غادي يلعب كمهاجم صريح، وسفيان ام اكيد ايوب الكعبي اللي سجل ثلاثي اخو ماش، مغادره ديال بن صغير ودخول الياس اخو ماش لاعب فياريال خريج مدرسه لاماسيا الاسبانيه برشلونه، اكيد اخو اللاعب بن صغير كذلك قدم مستوى كبير صراحه، اخو ماش مازال ما شفناش مع المنتخب الوطني المغربي، الكره كتلعب بين اللاعبين ديال المنتخب المغربي، مشات الكره اللاعب اخو ماش في اول تمريره او اول استلام ديال اخو ماش كيلعبها اللاعب كيلعبها مع اللاعب هنايا اللاعب اللي هو حكيم زياش غير راضي على القرار ديال الحكم، كترجع بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني او المنتخب ديال الكونغو، مشات الكره عند اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين، كانت تمريره تمريرات قصيره بين اللاعبين الكونغوليين، ولكن نايف اكرد ثقه كبيره اللاعبين ديال المنتخب الوطني، كتغير الكره كتمشي اخذ ورد في وسط الميدان، وكتمشي مره اخرى دياز كيعطي تمريره بسرعه اللاعب سفيان رحيمي، سفيان 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 كيسدد سفيان الهدف السادس، سفيان الهدف السادس، سفيان رحيمي كيسدد الكره في الشباك ديال حارس مرمى المنتخب الكونغو، سدد الهدف سفيان رحيمي في اول لمسه في اول استلام كيخترق وكيسدد كره في شباك حارس منتخب الكونغو، 6-0 طريقه الاحتفال رائعة رائعة ورائعة جدا، أكيد كنشوفوا أكيد الاحتفالية، أكيد هو أكيد كنشوفوا أن هناك تنشيط على المستوى الهجومي بالنسبة للمنتخب الوطني، ديك اللامركزية ما نساوش دياز كما جدا كما أعطاها اللاعب سفيان رحيمي اللي انطلق في الشباك أو في الزاوية المغلقة حاول انه يسدد، سجل هدف رائع ورائع جدا سفيان رحيمي، سفيان رحيمي يسجل الهدف الرائع ويذكرنا بهذه الاهداف مع العين الاماراتي وخصوصا في كاس دوري ابطال اسيا مع العين امام فرق ليه كبيره مع النصر مع الهلال، وسجل كذلك مع فريق ما نساوش سجل كذلك مع فريق يعني مع فريق مع فريق اورلاند، سجل الاهداف بالنسبه للمنتخب الوطني، سجل الاهداف المواجهه هذه، الكره مشات بالنسبه للاعبين الكونغوليين، الكره كتلعب اكيد مشاهدينا الافاضل، المنتخب الوطني كيضرب بقوه، ممكن انا اتحدث عن النتيجه بعيدا عن الخصم، غادي ترجع الثقه، كترجع الثقه نوعا ما للعناصر الوطنيه ان المنتخب الوطني بامكانه، انه ليس المهم هو ان اكيد تاهل كاس العالم شيء جيد بالنسبه للمنتخب الوطني، ولكن ما ننساوش لن ننسى ان الريال الكبير هو الفوز بكاس امم افريقيا الذي سينظمه المغرب، بينما تمريره رائعه جدا هنا ابراهيم او اخو ماش كانت تمريره رائعه من لاعب زياش، نعم زياش عطى تمريره لاخو ماش، ممكن اننا نقولوا ان زياش
كلاعب صانع العاب اللي هو ماركاج ماشي اللي هو غريب على اللاعب زياش بحكم القيمه ديالو، بحكم انه كذلك في تفينتي ولا كذلك في اياكس امستردام في البدايات ديالو كان كيلعب كصانع العاب وقدم مستوى كبير. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغوليين، ولكن بسرعه كيسترجعوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني. تمريرات قصيره بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني، مشات الكره ابراهيم او اخوماش كيرجع كيرجع لزياش اخوماش كيلعب الكره بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني، ولكنها كتضيع كترجع للاعبين ديال المنتخب الكونغولي. كان الانطلاقه بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو، تمريره على المستوى الجهوي، يا سلام انه فتح الزاويه، كره كانت مقوسه ولكن مرت جانبيه الحارس مرمى المنتخب الوطني ياسين بونو. هنا احدى الفرص القليله اللي ما خلقاتش متاعب بالنسبه للمنتخب الوطني هنا في هذه المواجهه هذه في ملعب أدرار لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. أكيد الارتياح غادي يرجع عند الناخب الوطني لأنه عاش واحد الضغط اللي هو كبير، هذا شيء طبيعي لأن المنتخب اللي شفناه في كأس أمم إفريقيا ديك الخروج أمام جنوب إفريقيا وبديك الطريقة. أنا الأول لي فام دابور السلام تفضلي. بغيت بيتي في الغوز يكون عامر بالنونوسات. حيدي وانا غادي نستلمي بيتي في الغوز او لا، حتى انا بغيت البالكون ديالي بوحدي يكون عامر بالنباتات والازهار ونتهلا فيهم وتحد ما يدخل ليها. حقك ما حتى في البالكون ما كرهتش الكويزين امريكان باش طلع على شان ديالي. اياك سيدي كنموت على القيام بصحة. شي حل عافاك مع بنكو فافريكا، ديما كاين الحل. كريدي ابيتا بوايما، غير من تليفونك طلب الكريدي ديالك ويوصلك الجواب في الحين، زائد خبرة عقارية ومصاريف الملف فابور. بغيتو تعرفوا اكثر؟ بنكو فافريكا بوايما. مباريات الودية ما شفناش اشياء كثيرة، لذات انه زادت المخاوف هو والفوز مع زامبيا بتلك النتيجه بجوج لواحد، لا يهم النتيجه ولكن التخوف كان على مستوى الاداء. الكره رجعت بالنسبه للاعبين ديال المنتخب المغربي. ابراهيم دياز او خماش اللاعب ديال فياريات الغواصه الصفراء الاسبانيه. الكره مشات على مستوى الكره، خرجت على مستوى التماس على مستوى التماس. اخوماش كيحاول انه يخترق الدفاع ديال المنتخب الكونغو. لاعب ديال فياريال، لاعب اللي لعب بشكل مستمر مع فياريال هذا الموسم في لا ليغا الاسبانيه. فياريال احد الفرق القويه على مستوى الدوري الاسباني. بامبولا كيدخل حاليا جوزون بامبويلا ماكال لومبا لاعب ديال الكونغو. مشات الكره بالنسبه للاعبين ديال الكونغوليين. كنلعبوا دقيقه 66، مازال الفوز والتقدم بالنسبه للعناصر الوطنيه بالنسبه للمنتخب المغربي. الكره مشات على مستوى الجهه اليسرى، تمريره ولكن الكره كتضيع كتمشي للتماس، ولكن التماس الكره يوسف النصيري كينتظر، وكذلك اللاعب هنايا يوسف النصيري ممكن يلعب هنايا. الان غادي نشوفوا اللاعب اللي هو سفيان رحيمي غادي يلعب كمهاجم ثاني، ويوسف النصيري كيلعب في البوينت. هنا الخروج ديال زياش، واش غادي يكون مقلق عاوتاني زياش حكيم زياش كيغادر ارضيه الميدان وكيدخل اللاعب سفيان او يوسف النصيري. عز الدين اوناحي هو ايضا كيترك المكان ديالو اللاعب ديال باير ليفركوزن امين عدلي. الان غادي نشوفوا غادي يلعب بجوج مهاجمين. الناخب الوطني عنده مازال ديك القناعه انه يلعب بجوج المهاجمين، يوسف النصيري كمهاجم صريح وكمهاجم ثاني اللي هو سفيان رحيم. الكره تلعبات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. كرة مشات لاعبين ديال المنتخب الكونغو،
على كونغو. هنا كيحاول لاعب احد لاعبي ديال المنتخب الكونغو، مازال كيحتفظ بالكره، كيرجع مره اخرى، مازال الكره بين اللاعبين ديال المنتخب الكونغولي، كيرجعوا الكره. شوفوا الضغط العالي من قبل اللاعبين ديال المنتخب الوطني، كيلقاو صعوبه انهم يخترقوا الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. مشات الكره بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغوليين. رقم 9 المهاجم ديالهم كيتحرك كثير، واحد ابرز العناصر في التشكيله ديال المنتخب الكونغو. ولكن ما نساوش انه ذا المنتخب الكونغو منتخب اللي ما خلقش لينا متاعب. ضربه خطا مباشره، ضربه خطا مباشره بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. منتخب الكونغو كندخلوا في الدقيقه 70، ضربه خطا مباشره. واش غادي تلعب على شكل ركنيه ام انها غادي تلعب بشكل مباشر بالنسبه للاعبين ديال منتخب الكونغو؟ الكره تلعبات بعيده، وهنا الدفع من الخلف اللاعب اشرف حكيمي اللي كيستلم اشاره القياده من اللاعب، لانه هو القائد الثالث في من حيث التراتبيه بعد رومان سايس وحكيم زياش اللي خلى المكان ديالو ليوسف النصيري، وهو في المركز الثالث من حيث التراتبيه من كيستلم اشاره القياده. مشات الكره بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني. 6-0 نتيجه كبيره، نتيجه ممكن انها ترجع للاطمئنان بالنسبه للجماهير المغربيه. الكره مشات يوسف النصيري، يوسف مشات الكره بالنسبه خروج الحارس الكونغوليين. يوسف كيلعب الكره، اخو ماش كيحاول انه يخترق اخو ماش، ولكن كتضيع من اخو ماش. كترجع مره اخرى اللاعبين ديال منتخب الكونغو. صافرة الحكم كيعلن على مخالفه بالنسبه للاعبين ديال منتخب الكونغو. هنا اخو ماش بغى انه، هنا استعراض رائع جدا من لاعب اخو ماش اللي كيحاول انه ينسجم مع المنتخب الوطني بعد ما اعطى الناخب الوطني فرصه. 6-0 غادي ترجع الثقه، اهم شيء انه واش غادي ترجع الثقه بالنسبه للمنتخب الوطني فيما هو قادم. الكره تلعبات بشكل كبير، تمريرات قصيره بين اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن كتضيع، والحكم كيوقف اللاعب بعد العرقله على اللاعب سفيان امرابط اللي غاب في المقابله ديال زامبيا اضطراريا بسبب الانذارات. ما نساوش كذلك العمل الكبير اللي قام به العزوزي في هذا المركز، لان كيلعب كيقوم بادوار دفاعيه، وكذلك على مستوى التنشيط الهجومي كتلقى انه كيحاول انه يقوم بالتنشيط الهجومي على عكس سفيان امرابط. قوي، نعم لاعب قوي، اللاعب اللي ممكن اننا نقولوا عليه انه كيقوم ادوار دفاعي، ولكن على مستوى التنشيط الهجومي صعب جدا، صعب. عنده امتياز كما عنده كذلك هذه النقطه من احد نقط الضعف ديال سفيان امرابط. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني كتضيع، كترجع للاعبين ديال منتخب الكونغو. المنتخب الكونغولي كيعطي تمرير بخارج القدم، هذه صعبه جدا تسديده، ولكن سهلة بين يدي الحارس. أبرز فرصة بالنسبة للاعبين ديال الكونغوليين. كترجع اللاعبين ديال المنتخب الوطني سفيان رحيمي. الكرة مشات بالنسبة للاعبين إبراهيم دياز، كتضيع من إبراهيم كتضيع منه الكرة، كترجع اللاعبين ديال الكونغو. الكرة مشات على مستوى الجهة اليمنى ديال منتخب الكونغو. المنتخب الكونغولي كيحاول في هذه الدقائق هذو أنه يرجع في النتيجة على الأقل، تسجيل هدف تقليص الفريق، ولكن كتضيع، كترجع تماس، الكرة خرجت تماس بالنسبة للمنتخب الوطني. هذه أحدى الفرص، عطى التمريرة بخارج القدم وتسديدة كيفاش أو كيما جات الكرة، ولكن الحارس تصدي من حارس المرمى اللي هو ياسين بونو اللي كيقدم مستوى كبير رفقة الهلال كأحد الحراس، أبرز حارس مر في المنتخب الوطني. أكيد مروا بزاف ديال الحراس، الهزاز، بادو الزاكي، ولكن من حيث الألقاب ومن حيث المستوى اللي لعب فيه ياسين بونو مستوى اللي هو كبير. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو. الكره ترفعات بالراس تستخلص من الدفاع، كترجع للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. ولكن الحكم ما كيقولش
اي حاجه كترجع اللاعبين ديال المنتخب الوطني بسرعه كيسترجعوها، كتمشي اللاعبين ديال المنتخب الوطني في وسط الميدان، تمريره قصيره اخو ماش ابراهيم كيعطي كره، هذه فرصه وكيجي اكيد ياسين كانت فرصه، عطى الكره رائعه اللاعب يوسف النصيري، عطى ليه الكره، شكون عطى الكره؟ هو سفيان رحيمي عطى كره رائعه هنا ابراهيم دياز، عطى الانطلاقه، عطى الكره اللاعب اخو ماش اللي لعب الكره في العمق، سفيان رحيمي عطى الكره لسفيان سفيان يعني او يوسف النصيري، ولكن فقد التوازن وكتضيع هذه الفرصه. كان انه يجي الهدف السابع بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. اذا مشاهدينا الافاضل دقيقه 74، مازال المنتخب ابراهيم دياز الكره كتلعب بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني، ابراهيم دياز كيخرج اعتقد، ابراهيم دياز لاكيد كيغادر ارضيه الميدان لدخول بلال الخنوس، كيترك المكان ديالو بلال الخنوس. قلنا فرصه بالنسبه للمنتخب الوطني انه يعطي كذلك يعطي الفرصه اكثر من لاعب. الكره كتلعب بالنسبه للمنتخب اكيد بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، مشات الكره عند اللاعبين الكونغوليين، الكره هنا كنشوفوا اللاعبين ديال المنتخب الكونغو كيحاولوا في الدقائق انهم يجلوا الهدف تقليص الفارق. دقيقه 75 وحنا كنعيشوا معكم هذا البث المباشر لوصف هذه المباراه، هذه نقل التفاعل المقابله ديال المنتخب الوطني المغربي امام منتخب الكونغو. مشات الكره بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، ولكن الكره كتغادر ارض الملعب، كره في التماس بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، اللاعب عدلي اللي دخل في الجوله الثانيه، بلال خنوس، بلال كيلعب، امين عدلي اللاعب ديال باير ليفركوزن، مشات الكره عند سفيان امرابط، كيرجع لاخو ماش اللي اللاعب اشرف حكيمي، هنا كيلعبوا الكره على مستوى الجهه اللي فيها اشرف حكيمي على الجهه اليمنى، كيمشي امرابط على مستوى الجهه اليسرى، كيمر الكره في العمق لابراهيم الخنوس، كينطلق ابراهيم الخنوس، كيعطي تمريره لاخو ماش، كيستعد انه يسدد لكن كترتطم باحد اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين اللي كيسترجعوا الكره، كيحاولوا انهم يغيروا المسار، كيلعبوا على مستوى الجهه اليسرى ديال اللاعب اللي فيها اللاعب يحيى عطيه الله، كينطلق يحيى عطيه الله، كيعطي الكره لسفيان رحيمي، سفيان رحيمي ضاعت منه هذه الكره، هذه كترجع اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين، مشات الكره على مستوى الجهه اليمنى بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو، مشات الكره كيغير تماما من الجهه اليمنى للجهه اليسرى بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو، الكره على مستوى الجهه اليسرى، الكره ماذا هناك، كيرجع مره اخرى اللاعبين ديال المنتخب ديال الكونغو، مشات الكره تمريرات سريعه بين اللاعبين ديال المنتخب الكونغو في ظل التراجع بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني، الكره كتخرج والكره في التماس. اذا النتيجه ما زالت هي النتيجه 6-0 بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، يعني المنتخب الوطني مازال متقدم في النتيجه. سيلفير كانفولا يعني تغيير ديال منتخب الكونغو، يعني ويليام هوندير كيدخل في التشكيله ديال منتخب الكونغو، يعني تغيير اخر في الصفوف ديال الكونغوليين، وابراهيم دياز من مقاعد البدلاء، اكيد الناخب الوطني اطمئنان كبير انه بهذه النتيجه وعطى الفرصه للاعبين اخرين باش يكونوا في التشكيله او انهم ياخذوا الفرصه ديالهم. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال منتخب الكونغو،
بسرعه استلام بالصدر من لاعب نايف اكرد. نايف كيلعبها اللاعب اشرف حكيمي، كيرجع لنايف اكرد. نايف اكرد مع اللاعب رياض شادي. رياض شادي، شادي مع الكره كيلعبها لمستوى المحور الدفاع. هنايا كيجر اللاعب سفيان امرابط او عفوا اللاعب نايف اكرد للجهه اللي فيها اشرف حكيمي على مستوى الجهه اليمنى، علما لا اكيد اللاعب اللاعب نايف اكرد كيلعب بالرجل اليسرى. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني، ولكن الكره تجاوزت ارضيه الميدان كما كيقول الحكم المساعد، وكيعطي تماس اللاعبين الكونغوليين. 78 دقيقه او 79 دقيقه 10 دقائق متبقيه من هذه المباراه. هذه فوز كبير، تقدم في النتيجه 6-0 على منتخب الكونغو. مشات الكره عند اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين، عندهم الكره في المناطق ديالهم الدفاعيه، كيحاول انه ينطلق بالكره. الكره مشات على مستوى الجهه اليسرى بالنسبه للجهه اليمنى بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغوليين. كره تمريرات قصيره، لك اكيد ان المنتخب الوطني كيلعب حاليا باقتصاد اللي هو كبير. المنتخب الوطني كيلعب باقتصاد كبير وكبير جدا. كره مشات لا عطى الفرصه او انه كيخليو الكره الان اللاعبين ديال منتخب الكونغو في ظل التراجع ديال المنتخب الوطني المغربي، كيخليو الكره عند اللاعبين ديال الكونغو، لان المهم تحقق من خلال هذه المباراه. هذه الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال الكونغوليين، تمريره فقط يعني لم يختبر الحارس ياسين بونوف في المواجهه. كره بين يدي حارس المرمى ياسين ياسين بونو، مشات عند اشرف حكيمي على مستوى الجهه اليمنى. كره عند اشرف، كيرجع اللاعب نايف اكرد. اشرف حكيمي تمريره عند اشرف حكيمي، كاشرف حكيمي ممكن انه يمرر، كيعطي تمريره ضائعه. ماشي هذه النسخه ديال اشرف حكيمي اللي بغينا اننا نشوفوها في المنتخب الوطني. اشرف افضل نسخه في اشرف حكيمي مع وحيد خليلوزيتش. مشات الكره، كره غادرت ارضيه الميدان. الكرة غادرت أرض الملعب، الكرة في التماس. الدقيقة 80 عند شادي الرياض. شادي الرياض مع نايف أكرد. نايف أكرد مع اللاعب يعني اللاعب أخوماش، كينطلق أخوماش. أخوماش إلياس، إلياس إلياس كيلعب مع سفيان رحيمي. سفيان رحيمي كتضيع منه، كترجع اللاعبين الكونغوليين، ولكن هنا التمريرات خاطئة بالنسبة للاعبين الكونغوليين. والكرة في التماس، أمين عدلي ممكن أنه يغادي ينفذها التماس، كينفذها بسرعة، كيلعب التماس بسرعة. اللاعبين ديال المنتخب الوطني كيرجعوا اللور، الكرة رجعت اللور عند اللاعب نايف أكرد. نايف أكرد مع كيلعب الكرة في وسط الميدان، كترجع عند الكونغوليين، كيحاول في الدقائق انهم على الاقل يسجلوا هدف تقليص الفريق. كترجع بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي عند اللاعب يعني الخنوس بلال للاعب امرابط. بلال خنوس كيضطر انه يرجع الكره لنايف اكرد، كيلعبها نايف اكرد عند سفيان امرابط، كيلعبها لخنوس. بلال كيرجع مره اخرى لنايف اكرد اللي كيرجع بالدور ديالو الحارس المرمى، الحارس يعني او ياسين بونو. كره مشات عند اشرف حكيمي بسرعه عند اللاعب شادي رياض او عفوا الياس الخماش، الياس اخوماش. كره تلعبات عند طويله عند امين عدلي. امين كره عند عدلي، كيحاول انه يتقدم يعني كيحاول انه يخترق الدفاع ديال المنتخب الكونغوليين. كترجع بسرعه اللاعبين ديال المنتخب الوطني، الكره ما زالت عند اللاعبين ديال المنتخب الوطني. اخوماش كيحاول انه يراوغ احد لاعبي ديال منتخب الكونغو، وضربه خطا مباشره، ضربه خطا مباشره والبطاقه الصفراء في وجه احد اللاعبين ديال المنتخب الكونغوليين. اكيد كانت العرقله واضحه على إلياس أخوماش.
وبالتالي ضربة خطأ مباشرة. دقيقة 83 ما زال التقدم في النتيجة بنتيجة اللي هي كبيرة، 6-0 ضربة خطأ مباشرة. دقيقة 83 من هذه المواجهة هذه، أكيد مشاهدينا الأفاضل ضربة خطأ مباشرة بالنسبة للمنتخب الوطني. أشرف حكيمي كيستعد أنه ينفذ الركلة هذه، ركلة حرة مباشرة، كيلعب كرة ولكن بعيدة يا أشرف يا حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان اللي حقق الدوبلي مع فريق باريس سان جيرمان البطل الدوري ليغ آن وكذلك كأس فرنسا. هنا في المدرجات كنشوفوا أمزازي أولي الجهة ديال أكادير مع فوزي القجاع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم. الكرة تلعبت بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، الكرة كترجع عند ياسين بونو، ياسين كيلعب الكرة بشكل سريع عند أمين عدلي أو عفوا يحيى عطية الله كيلعبها، كيغير تماما عند أخو ماش إلياس كيلعبها مع اللاعب أشرف حكيمي. أخو ماش كيفتح الزاوية تسديدو، كرة مرت جانبا أبرز الفرص من إلياس. أخو ماش قلنا أنه لاعب سريع، لاعب يجيد الاختراق، لاعب يفتح الزاوية بهذا الشكل، كيظهر أنه لاعب كبير، لاعب اللي كيفتح الزاوية وكيسدد كرة رائعة جدا لم تذهب بعيدا لولا تدخل الحارس المرمى، حارس منتخب الكونغو. لا رأينا الهدف السابع، لا أصبحت سباعية من اللاعب أخو ماش. أكيد إلياس أخو ماش أبرز فرصة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. الكرة كتلعب ركنية فقط بين يدي الحارس، كيلعبها على مستوى القائمة الثاني. الكرة بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغولي كيحاول، أو هنايا الهروب بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغولي، كيلعب خارج القدم لكن العودة قوية للدفاع ديال المنتخب الوطني. أخو ماش قام بكرة رائعة جدا، كانت محاولة، كان غادي يكون أفضل أو أحسن لاعب أو أحسن هدف عفوا في هذه المواجهة، لأنه كيفاش أنه راوغ، كيفاش أنه فتح الزاوية، وكيفاش أنه سدد بديك الطريقة على طريقة لاعبين اللي كيمارسوا فقط في الدوري الإسباني، وكيف لو هو لاعب للغواصة الصفراء فيا ريال. الكرة تلعبت بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني. أكيد كنشوفوا كذلك أن المنتخب الوطني 4 دقائق متبقية عند سفيان أمرابط. سفيان كيلعب عند أشرف حكيمي على مستوى الجهة اليمنى. هنا شفت التدخل الكبير أو التدخل العنيف من اللاعبين الكونغوليين، نايف أكرد لاعب ويست هام يونايتد. الكرة أخو ماش، خاص أننا نعرفوا أن أخو ماش كيقدم في الدقائق اللي لعب، أعطى إشارة قوية. عندنا تركيبة بشرية قوية، عندنا صراحة اللاعبين على مستوى العالي. هذا خاص أننا نشوفوه في المنتخب الوطني، هذا الجمهور المغربي فقط يريد ديك القيمة، وخصوصا أن المستوى كبير، موسم استثنائي بكل المقاييس للاعبين المغاربة على مستوى الدوريات الأوروبية ولا على مستوى العالم. في آسيا شفنا سفيان رحيمي وحقق دوري أبطال آسيا مع العين، شفنا أولمبياكوس كيفاش سجل الهدف اللاعب أيوب الكعبي في النهائي في ذاك التوقيت الحساس، أعطى أولمبياكوس أول لقب أوروبي على فريق فيولا فيورنتينا، وشفنا كيفاش أنه إبراهيم دياز حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد، علما أنه لعب واحد دور كبير أمام ليبزيك الألماني في دور الربع النهائي. شفنا كيفاش كذلك بطل تركيا مع غلطة سراي اللي هو زياش. بزاف اللاعبين هنا، كرة كتلعب بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الوطني، تمريرات قصيرة لا اكيد، وما نساوش كذلك الادريسي اللي كيقدم مستوى كبير دوري ابطال الكونكاكاف مع باتشوكا المكسيكي. دقيقه 87 وممكن ان نذكروا ان كذلك عموته
كيلقن درس كبير جدا للايطالي المدرب الايطالي روبرتو مانشيني في كيفيه الدفاع على الطريقه الايطاليه التي سميت بالكاتيناتشو او القفل. الكاتيناتشو يعني اسلوب اللي كيعرفوا به الايطاليين او كيعرفوا انه ذاك القفل في وسط الميدان كيتسمى بالكاتيناتشو، الاسلوب الكاتيناتشو. بينما هذه كره من ياسين او يوسف النصيري كتضيع، كان وجه لوجه مع الحارس، سدد الكره ولكن كيدخل الحارس دقيقه 88 ومازال الفوز مع التقدم في النتيجه بالنسبه للمنتخب الوطني ب 6-0. هنا فرصه كانت انه يجي الهدف السابع للمنتخب الوطني المغربي في هذه اللحظات من يوسف النصيري لاعب المنتخب. اكيد شيء اكيد عموته مع المنتخب الاردني كيقدم مستوى كبير. الريان تحقق الوصول نصف الوصول لكاس اسيا المقبله، ولكن الريان الكبير هو الوصول لكاس العالم مع المنتخب النشامه منتخب الاردن اللي وصل نهائي كاس اسيا التي اقيمت في قطر في ابرز انجاز في اقوى انجاز في تاريخ الكرة الأردنية. الكرة مشت بالنسبة للاعبي ديال المنتخب الكونغوليين كيغير تماما الجهة اليمنى منتخب الكونغو. آخر دقيقة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي كيحقق فوز كبير كاسح نسميوه كذلك، فوز لإعادة الثقة العناصر الوطني والجمهور المغربي، وسيما يعني وخصوصا صراحة بعد الأداء الباهث امام منتخب زامبيا، لان النتيجه 2-1 اكيد فوز 3 نقاط بدون خطا المنتخب الوطني في التصفيات المونديالية. هذا الشيء اكيد لا ينكره الا جاحد، ولكن ثقه خاص انها ترجع للمنتخب الوطني، لان نريد الاداء انه يكون اداء مقنع. الاداء الذي فزنا به امام زامبيا لم يكن مقنعا، هذا اللي خلى واحد التخوف، ومن حق الجماهير انها تخوف على المنتخب ديالها. الكره مشات بالنسبه للاعبين ديال منتخب الكونغو، ولكن هذا فوز امام منتخب الكونغو، فوز نتمنى انه يرجع لاطمئنان الجمهور المغربي. الكره عند سفيان رحيمي، سفيان كيحافظ على كورتو، ماذا هناك؟ ضربه خطا. 3 دقائق انتهى الوقت الاصلي، هنا الوقت الاضافي 3 دقائق اكيد كيضيفها الحكم كوقت بدل ضائع. 3 دقائق كيضيفها الحكم كوقت بدل ضائع في هذه المواجهه. الكره تلعبات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي عند اشرف حكيمي، كيرجع اللور اللاعب نايف اكرد. نايف اكرد مع شادي الرياض، شادي مسجل الهدف الاول، اول هدف بالنسبه لشادي الرياض مع المنتخب. الكره تلعبات بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، مشات الكره عند لاعبين الكونغوليين، كتلعب في وسط الميدان بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي عند اللاعب على مستوى الجهة اليسرى يحيى عطية الله. عطية الله كتلعب الكرة عند سفيان أمرابط، سفيان أمرابط كيسدد بين يدي حارس المرمى حارس منتخب الكونغو. تسديدة من سفيان أمرابط اللي كيرجع للتشكيلة الأساسية بعد ما غاب في المقابلة الأخيرة مع زامبيا بحكم الإنذارات بحكم البطاقات الصفراء اللي تلقاها في كأس أمم إفريقيا أو مع المنتخب الوطني. الكرة تلعبت بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغو، مشات الكرة ديال اللاعبين ديال المنتخب الكونغو، ولكن العرقلة كانت واضحة وضربة خطأ مباشرة بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغوليين. 3 دقائق يعني دازت منها 2 دقائق أكيد، دقيقة واحدة متبقية من الوقت المبدد أو الوقت المحتسب كوقت بدل ضائع. الكرة تلعبات بالنسبة للاعبين ديال المنتخب الكونغوليين، كتلعب الكرة ولكن التدخل ديال اللاعب نيف أكرد. نيف ليحيى عطية الله كيلعب الكرة طويلة، البحث على يوسف النصيري، يوسف النصيري، ولكن اللاعب الكونغوليين أو اللاعب الكونغولي كيلعب الكرة بشكل ممتاز، والعرقلة كانت واضحة وضربة خطأ مباشرة، ضربة خطأ مباشرة او غير مباشر عفوا بالنسبه للاعبين ديال المنتخب الكونغو، ضربه خطا غير مباشره. وفي هذه الدقائق
وفي هذه الأثناء يعلن حكم المباراة عن نهاية المواجهة لحساب الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة كأس العالم التي ستقام بأمريكا والمكسيك وكندا في تنظيم مشترك. فوز كاسح، فوز كبير، فوز ممكن بعنوان لإعادة الثقة للجماهير المغربية. فوز كبير جدا للمنتخب الوطني على منتخب الكونغو، وبالتالي المنتخب الوطني كيتصدر هذه المجموعة هذه بتسع نقاط بدون خطأ بعد الفوز على تنزانيا بدار السلام والفوز على زامبيا في المقابلة الأخيرة، واليوم فوز كاسح ب 6-0 على الكونغو. إذن أجواء رائعة. شكرا مشاهدينا الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء، نلقاكم إن شاء الله في مواعيد لاحق، إلى اللقاء. Welcome.